طيب الآن خلينا نتكلم على أنواع الكورونا فيروس. طبعا الكورونا فيروس مجموعة فيها أنواع كثيرة، ما راح أدخل في أنواعها الأخرى. أغلب أنواعها تسوي لك أعراض مثل الكومن كولد، يعني مثل يعني أعراض نزلت أو الزكام، وممكن بعضها يسوي لك التهاب بالرئة، لكن ليست خطيرة وتكون أغلبها ضعيفة، ولذلك ممكن تكون انت انصابت في أحد هذه الأنواع وما تكون حاس أصلا على نفسك. الأنواع اللي انتشرت في الآونة الأخيرة طبعا من ضمن هاي الأنواع، أول نوع راح أتكلم عليه أو هو يعني النوع اللي راح نركز عليه هو ما يسمى بالنوفل كورونا فيروس. تمام، خلي بالنص حتى تشوفوا نوفل كورونا فيروس. نوفل يعني جديد، يعني هذا الكورونا فيروس اللي انتشر في 2019، وأيضا أحد الفيروسات اللي انتشر أيضا أتصور سنة 2013 صار شوية ضجة عليه، اللي هو اسمه الميدل إيسترن ريسبيراتوري سيندروم أو المارس. تمام، كورونا فيروس هذا في الشرق الأوسط يكون منتشر، تمام، في أغلبها موجود في الشرق الأوسط في دول مثل المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول، ممكن في دول الخليج وأيضا في بعض المناطق الثانية، فأكثر في السعودية كان منتشر سواء 2012 وليس 2013، فهذا أيضا نوع من أنواع اللي انتشرت أيضا، وأتصور نوع أيضا مشهور سنة 2003 صار ضجة عليه، و2004 اللي هو السارس أو ما هي اختصار لـ Severe Acute Respiratory Syndrome أو متلازمة التنفسية الحادة، فهذا السارس كورونا فيروس، فهذا كلهم كورونا فيروس أتصور سامعين بها، فهذه انتشرت. طبعا الضجة صارت أتصور ضخمة جدا على هذا النوفل كورونا فيروس، وصار كلام ولغط كثير حول الموضوع الصراحة. هذول الاثنين عمليا لو تجي تقارن اخطر من النوفل، واصرح افهمكم بالاحصائيات شنو قصدي بهذا الشكل. فهذول الاثنين موجودين ومنتشرين كانوا، وتم يعني تحجيمهم بسبب امور كثيره من ناحيه الوقايه وغيرها. اما كورونا الفيروس الان اذا نتكلم عليه فهو النوفل او الووهان كورونا فيروس، نتيجه للمدينه الصينيه، ما ادري اذا لفظتها صح، لكن اسم المدينه الصينيه اللي انتشر بها، وطبعا هو بدا من سوق وانتشر يعني سوق كان للحوم وبدا وانتشر من عندها. فهذه طيب بالنسبه لهذا الميدل ايسترن كيف او وسط النقل اله، طبعا هذه الامور من نقول وسط النقل اله الريزرفور الناقل لهذا المرض منين يجيك انت كبشر، الكلام هنا نوعا ما فضفاض، يعني ما اقدر اقول لك 100% هذا الكلام صح، لكن الاغلبيه يقولون انه هذا المرض اجى من الجمال بالنسبه للشرق الاوسط وبدا ينتشر. السارس وغيره الى نواقل ثانيه. الكورونا فيروس الجديد ربطوه مع الباتس الوطاويط والسنيكس يعني الافاعي وايضا بعض الحيوانات الثانيه. تمام، فيعني كفكرة معينة انه هذه وبالتالي انتقلت الى البشر بطريقة الله اعلم انه اكلوا طعام ملوث او بطريقة انه كان في هذا الماركت لحوم كثيرة لامور كثيرة، وبالتالي صار هذا الخلط واجا الفيروس للبشر بطريقة او باخرى. فهذه الانواع اللي هي موجودة وكورونا فيروس اللي سوت اوت بريك. هنا نخلي شوية نوقف نقطة افهمكم مسألة. اكو شيء اسمه اندمك يعني وباء متوطن، واكو ابيدمك. اللي دا يسوي الكورونا فيروس هو إبيديميك يعني وباء منتشر، وباء انتشر، تمام، انتقالي يعني انتشر. الإنديميك نقصد بيها أنه مرض متوطن في مكان معين، مثلا مكان الناس بيه يصابون بالملاريا كمثال مثلا، فهم ما راح هذا المرض ينتقل إلى مناطق جغرافية ثانية، منطقة يعني متوطن بيها نسميها إنديميك. إبيديميك لما يبدأ ينتشر، أغلب الفيروسات لما تبدأ تسوي انتشار مرضي تسوي لك إبيديميك لأنه سهلة الانتقال، مو مثل البكتيريا والباراسايت شوية أصعب، رغم أنه بكتيريا أيضا ممكن تسوي لك إبيديميك وينتشر المرض، مو فقط الفيروسات، لكن الفيروسات أسهل كونها أسرع من الانتقال من شخص لآخر، وبالتالي أسهل أنه تروح وتوصل، وخاصة في عالم الحديث إحنا عندنا طيران وعندنا نقل وتواصل بين القارات بشكل كبير، فممكن تنتقل إلى مناطق ثانية. فهي هذه الفكرة، النوفل كورونا فيروس انتقل وبدأ من مدينة في الصين وبدأ ينتشر، لكن شوية الأرقام راح تكون مطمنة نوعا ما، وإن مو 100% لكن مطمنة نوعا ما، هسه راح نفهمها. فهذا بالنسبة لأنواعه. طبعا الأعراض الخاصة بهذا المرض، هذه الأعراض هي أعراض فضفاضة. شنو قصدي أعراض فضفاضة؟ يعني أنت لا تتصور راح تشخص كورونا فيروس من فقط هذه الأعراض، تمام؟ يعني الدكتور ليش كاتبها إن هذه الأعراض؟ أول شيء لأن أنت تحبون أعراض مرضية، تمام؟ حتى تعرفون الأعراض المرضية، هذا المرض من ضمن أمراض الجهاز التنفسي،
وبالتالي الاعراض راح تكون متشابهه. طبعا هنا نسيت اقول لكم لما كنت اشرح لكم على الفيروس، هذه المستقبلات اللي موجوده اللي ذكرتها اللي يرتبط بها الفيروس حتى يدخل خليتك موجوده بالكثره بجهازك التنفسي وبالكليه، رغم انها موجوده في ايضا اجزاء اخرى من جسمك لكن بكثره في الجهاز التنفسي والكليه. ولذلك هذا النوفل كورونا فيروس خطورته وين تكمن؟ انه ممكن يسبب لك مشكله في الجهاز التنفسي وممكن يسبب لك مشكله في الكليه. اتصور واضحه صارت المساله الان، تمام؟ فهذه الأعراض ممكن تكون من مايلد إلى سيفير، يعني تكون ممكن بسيطة أو متوسطة إلى شديدة جدا، وإحنا نخاف من الشديدة جدا، تمام؟ شنو هذه الأعراض اللي تصير؟ طبعا حال أي مرض وبائي أو مرض بسبب فيروسي أو بسبب بكتيري راح ممكن يسبب لك ارتفاع في درجة الحرارة، وممكن تصل ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة مئوية أو يساوي 38 درجة سيليزية يعني. طبعا هنا نقطة لازم تعرفوها، هل كل شخص ما ارتفعت عنده درجة الحرارة وظهرت عندنا أعراض ثانية معناته أنه 100% مصاب بكورونا فيروس؟ لا طبعا، ارتفاع درجة الحرارة لا يعتبر دلالة قطعية على الإصابة بالكورونا فيروس أو عدم الإصابة به، فما تقدر تأخذه كمعيار. ليش؟ لأنه ممكن عند ارتفاع درجة الحرارة بعض الناس يأخذون أدوية معينة لتخفيض درجة الحرارة وبالتالي ضاعت العلامة هذه، واضح؟ ونفس الوقت مو كل الناس تظهر عندهم أعراض شديدة للمرض حتى يصير عندهم ارتفاع بهذا الشكل لدرجة الحرارة. فارتفاع درجة الحرارة مسألة controversial يعني مختلف عليها، ما نقدر نقول 100% أن ارتفاع درجة الحرارة علامة دالة على الكورونا فيروس. ارتفاع درجة الحرارة يحصل لك وياه أمراض كثيرة، كف اللي هو السعال يعني السعال يصير عند المريض، وممكن يديك إلى التهاب الرئة نيمونيا، وهذا طبعا يدعي هو يخلي المريض يروح المستشفى أكثر. التهاب الرئة النيمونيا راح نقدر نشوفه في أشعة الصدر وغيره، لكن التهاب الرئة عنده أسباب كثيرة، يعني مو كل شخص صار عنده الآن التهاب رئة تقول أنت عندك كورونا فيروس روح رحت فيها تمام وخلاص، أنت يعني خلاص أنت أمورك صارت مشكلة وانتهيت. لا، القصد طبعا ممكن تؤدي لك أيضا إلى كيدني فيلير يعني فشل كلوي، وقلت لكم أيضا يروح للكلية، وطبعا لو راح للكلية وسبب لك فشل كلوي هذه الحالة الخطرة هو والتهاب الرئوي الشديد، هي هذه الحالات اللي نخاف من عندها لأن ممكن هذه الحالات تؤدي لك إلى وفاة، تمام؟ فهذه الوضعية. طيب هل هذه الأعراض هي يعني خاصة بكل مريض؟ يعني أي واحد راح يصير عنده راح نقول عندك كورونا فيروس؟ لا طبعا، هنا لازم ناخذ بعين الاعتبار هل هو سافر. شوفوا بالأمراض الوراثية مهمة جدا نعرف هل هو هذا الشخص سافر إلى المنطقة الموبوءة، يعني شخص في مدينة ووهان الصينية اللي بيها المرض انتشر أصيب بهاي الأعراض، طبعا نسبة الدلالة على أنه هو كورونا فيروس كثيرة جدا أو كبيرة جدا. طيب واحد في آخر الدنيا في القطب الشمالي صار عنده هاي الأمراض، هل معقولة أنه هو كورونا فيروس؟ طبعا اكو احتمال إذا كان يعني هذا حظه ما شاء الله يعني رايح خلاص تمام ممكن يصير، لكن هل يعني معقولة؟ لا، على الأكثر أنه هو ما عنده هذه، أو خلينا نقول ما عنده هذه المسألة اللي تدفع أنه يصاب بهذا المرض. فكون الناس اللي تسافر وتروح مناطق موبوءة أو عندها انتبهوا اختلاط ويا شخص سافر راح لمنطقة موبوءة معينة، هذول الناس تخاف من هاي الأعراض لأن على أكثر هذول هم اللي ممكن يصابون بكورونا فيروس. طبعا مو 100% أنهم مصابين لكن يصابون. وأنا بشكل عام أقول لك ما دام وصلت لأعراض شديدة روح للمستشفى، ما خسران شيء، ممكن عندك مرض رئوي ثاني روح استفاد وتعالج من عنده، فلا تهمل أعراض المرض مو إلا لكورونا فيروس، لصحتك أنت، تمام؟ وبشكل عام الإجراءات الوقائية تساعدنا في منع انتشار المرض ونحده شوية شوية إلى أن ينتهي إن شاء الله. فأتصور وضحت المسألة، تمام؟ فأي واحد عنده أعراض خطيرة أو شديدة لازم يروح للعناية الصحية، ممكن يكون كورونا فيروس وإن شاء الله مو هو طبعا اللي يكون، وعلى أكثر مو هو، وممكن أمراض ثانية، فيعني حتى نفهمها. لكن الشخص منو اللي أكثر نتوقع يصير به هذا المرض؟ هل واحد قاعد في الدار يعني بهذا الشكل دي يتابع التلفزيون وشاف كورونا وصار به؟ لا، شخص سافر لمناطق موبوءة، تمام؟ طبعا المناطق بدأت تزيد كون المرض بدأ ينتشر، لكن يعني اختلط ويا ناس في مناطق موبوءة وبالتالي ممكن هو عنده فرصة أكثر يجيب هذا المرض. طيب هذا بالنسبة للأعراض. طبعا هنا بس نقطة، في حالة النيمونيا الشديدة ممكن يصير عندنا متلازمة اسمها RDS Acute Respiratory Distress Syndrome، هذه المتلازمة خطرة جدا لأنه ممكن تؤدي لك إلى أنه أنت حرفيا تغرق في المية تبع جسمك، الرئة تلتهب بالكامل وبالتالي صعوبة وصول الأكسجين للجسم، هذا ممكن يؤدي لك أيضا إلى وفاة. وبالتالي هذه الحالات الشديدة الخطرة اللي تصير في حالات النيمونيا الشديدة أو حالات هذا المرض لما يصير لك التهاب شديد في الرئة، هذه مو خاصة فقط في هذا المرض لكن ممكن تصير في حالات شديدة لهذا المرض، وطبعا مو كل
الحالات. فخلي بس نكون واضحين على هذه المسألة. وقلت لك هاي الأعراض أعراض عامة مو فقط لكورونا فيروس، فلا مو أي شخص صار عنده كف تقول له كورونا فيروس، تمام؟ طيب هسه نجي ونتكلم شوية على التشخيص، الدايجنوسيس، تمام؟ كيف نشخص هذا المرض؟ التشخيص الكلينيكي يعني كلينيكال دايجنوسيس بهذا المرض صعب جدا، ما تقدر تقول تحكم فقط من الأعراض انه شخص عنده كورونا فيروس، فلازم نروح ونسوي فحص البي سي ار. شنو يا دكتور هذا البي سي ار؟ تتذكرون هذا الانزيم؟ خلي القاه، هذا الانزيم للفيروس كان اسمه ايش؟ بوليمرايز. هذا عبارة عن بوليمرايز تشين رياكشن، يحتوي على انزيمات قادرة على نسخ الـ RNA او المادة الوراثية الخاصة بالفيروس، وبالتالي لو نسخنا كمية كافية من الـ RNA الخاص بالفيروس داخل محلول معين، نسخناها بكمية كبيرة وبعدين راح نخليه داخل جهاز، هذا الجهاز راح يبدأ يفصل القواعد الموجودة داخله، فراح ينطينا رسم بياني خاص بهذا الفيروس، ممكن نتأكد 100% انه الشخص مصاب بهذا الفيروس. فهذا الجهاز الـ PCR متوفر، وطبعا ما اعرف سعره، يتراوح يمكن من 2,000 إلى 3,000 دولار، فاتصور موجود في اغلب دول العالم مراكز الصحيه. هذا البي سي ار هو عباره عن فحص للماده الوراثيه الار ان اي الخاص بالفيروس، وبالتالي الكشف عليه، وبالنهايه نقدر نعرف 100% وجود الفيروس. غير البي سي ار اكو كانت فحوصات ثانيه لانواع الثانيه الكورونا، لكن هذا النوع اتصور هو الافضل وشافه هو بالفعل هو الاكثر دلاله على البي سي ار. فتذكروا البي سي ار هو الفحص اللي نستخدمه، غيره ما راح نقدر فقط من الاعراض نشخص كورونا فيروس، فهذه ايضا دلاله لازم نعرف.